الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث من أمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا شاب من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وأبوه عنده نوع من الغنى، وعلم أن والده وضع دراهم مال عند رجل في المسجد يتحرى بها أهل الصدقة، فذهب الولد إلى الرجل الذي عنده المال وقال: أعطني المال. المال يسير أصلا، يعني إني أنا أحق به، أنا علي نفقة واجبة، وأبي ما يدري، وهو تجب عليه نفقتي إذا عجزت، يعني الوالد تجب عليه نفقة الولد إذا عجز، والولد مستقل في بيت، فأعطاها إياه وانتفع بها الولد. فلما علم الأب قال: والله ما نويتك، أنا نويت أتصدق على الفقراء وعلى المحتاجين، يعني ما أدري عن حالتك ولا أدري الصدقة هي وقعت موقعها أو لا. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة هذه. ذهب الوالد والولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى. الولد يقول: أنا محتاج لهذه النفقة، النفقة علي أولى من الصدقة. والأب يقول: أنا ما أدري عنك، وأنا نويت الصدقة على المساكين، كأن الصدقة وقعت الآن في غير يد المساكين. فهما يستفتيان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد الأب، أدم نويت الصدقة فالصدقة وقعت موقعها، فإن النفقة على الولد أوجب من الصدقة، ولك ما أخذت يا معن، لأنك أخذتها من حاجة، ما أخذتها تكثرا، وهي ليست زكاة مال، هي صدقة عامة. فتحققت نية الأب بالصدقة، وربما أنه يكتب له الأجر مرتين، لأنه أنفقها على من يستحق عليه وجوبا، والولد أخذها بوجه شرعي لحاجته. وهذا من شأن الصحابة رضي الله عنهم وأدبهم في تحري وقوع العبادة على الوجه الصحيح. ومن ذلك أنه لما كانت غزوة أحد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للجهاد والنفير، قال جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه: أنا أخرج للجهاد. الولد يقول لي أبي: أنا أخرج للجهاد، نحن اثنان وأنت عندك عائلة وكبير سن وأعرج من عذر الله تعالى، وأنا أخرج، أنا شاب ولا تزوجت وأخرج. قال الوالد: لا، أنا أخرج، أنا أحب علي أني أخرج ولو كنت معذورا، أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلي بلاء حسنا في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كبير قد اقترب أجلي وأنت شاب
في رجاء خير، دعني أنا أخرج، يقول الأب. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأب: أنت ممن عذر الله إنك أعرج. والله تعالى يقول: ليس على ما حرج، ولا على أعرج حرج، ولا على المريض حرج. يعني فدع ولدك يخرج للجهاد. قال: لا يا رسول الله، أنا أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، رجلي العرجة هذه أريد أن أطأ بها أرض الجنة، وهذه فرصتي، ما ضيع الفرصة. كل منهم متعلق، الولد بار بأبيه، والأب مشفق لأنه في نهاية عمر كذا وفرصة حصلت. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم بد إلا أن يقرع بينهما قرعة تكون قسمة قدرية. فقال: هات سهمك يا عبد الله الوالد، وهات سهمك يا جابر، قرعة. فأقرع بينهما، فخرج سهم الوالد أنه هو اللي يخرج الجهاد في سبيل. وأوصى الوالد ولده بخير، وقال له: إني لا أراني إلا سأقتل في هذه المعركة، فالله الله في ديني، أنا علي دين للنخل استدنته من يهودي، أبرئ ذمتي أول شيء من ثمر النخل إذا استوى، واعتني بأخواتك، له 8 أخوات ما لهن أم. فأوصاه بذلك خيرا، وخرج عبد الله الوالد وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، فكان من أول القتلى، وصار من الشهداء. في قصة تطول، لكن هذا الذي جرى بين الوالد والولد بأدب واحترام وتحري للخير وعدم إيثار بالقربة، يعني حتى القربة العبادة ولا أنا أريدها، يعني أريد الأجر من الله عز وجل. فتشاح في العبادة أيهما اللي يخرج الأول، وقسم الله بينهما قسمة قدرية بالقرعة، قضى الله عز وجل أن الوالد يكون هو الذي يخرج ويستشهد في سبيل. وفى الولد، فإنه قد تعاهد النخل، ولما جاء الجذاذ جمع التمر وقال اليهودي خذ، فقال اليهودي: هذا ما يكفي حقي، لازم تعطيني حقي كاملا. وأخبر جابر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وطلب منه أن يشفع عند اليهودي، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ولم يقبل، قال: لا، أريد حقي كامل، ولو لم تفي الثمرة بالمبلغ كمل لي. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم على ثمر جابر ودعا بالبركة، وقال اليهودي: اقتل. فاكتال من التمر حتى أخذ حقه، وبقي لجابر خير. هذا من بر جابر بأبيه. والثانية أنه تزوج جابر وأخذ امرأة ثيبا وهو شاب تكبره بالسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا، يعني مثلك. فقال: إن أبي استشهد وترك 8 بنات، ولا أحببت أن آتي لهن بسفيها مثلهن، أريد امرأة عاقلة ترعاهن، تمشطهن وتراعيهن وكذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبارك الله له. فهذا من تنافس الصحابة، حتى الوالد والولد على القرب وعدم الإيثار بالقرب، أن كل إنسان يريد أن يكون هو السابق إلى الخيرات وإلى المغفرة والجنات رضي الله عنهم وأرضاه. ودل على أن الأعمال بالنيات،
ثنية يزيد بلغت، وإن كان ما وصل المال للفقير المستحق، ونية الولد بلغت لأنه أخذ المال بوجه حق لحاجته، فدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصله إما بالنية والعمل أو بالنية، والنية كافية، للنية المؤمن خير من عمله وأيسر، والنية ما يعتريها النقص، هكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.